وينضم الينا من الخليل من بلده دره جنوب الخليل رائد الشريف مراسل الغد. يا رائد، حيثيات هذا القرار وتفاصيله، هل يعني انهاء اعتقال ابو هواش نهائيا؟ يعني في 26 من شهر فبراير المقبل، شهر شباط، بعد شهر ونصف سيخرج هشام أبو هواش منتصرا من مستشفى أساف هروفي، لكن هذا الاتفاق وهذا الإفراج يقضي، الاتفاق يقضي بالإفراج عنه بعد يعني شهر ونصف من يعني رحلة اعتقال دامت تقريبا عام وشهرين. دعنا فقط نتحدث ونرصد لكم هذه الاحتفالات الآن من أمام منزله من مسقط رأسه، حيث يعني تواجد النسوة وكذلك الشباب ومجموعة من النشطاء الفلسطينيين الذين يعبرون عن فرحتهم لهشام أبو هواش. هذا طفل هشام أبو هواش الآن ينادي عبر مكبرات الصوت، وكذلك الجميع يعني يردد خلفه لوالده يقول الحرية لهشام أبو هواش. إذا هذه احتفالات من أمام منزل الأسير هشام أبو هواش، ما تزال مستمرة وواضحة في ضوء هذه الاحتفالات. رائد، أطلقت الألعاب النارية، كيف تلقاها أبو هواش في المستشفى؟ كيف بدأ تأثيرها على حالته الصحية؟ هل من أخبار ترد عن حالته؟ والله حتى الآن يعني الأمور صعبة حقيقة. يعني جواد بولس وهو رئيس الوحدة القانونية في نادي الأسير تحدث عن هذا الموضوع، قال سأذهب إلى المستشفى وسأتحدث مع هشام، ولكن أدرك بأنه في هناك صعوبات بالتفاهم مع هشام أبو هواش لأنه وضعه الصحي صعب للغاية، ولكن واضح تماما بأنه يعني هذا الاتفاق من خلال عائلته، من خلال المحامي ومن خلال هشام، قبل أن يدخل في هذه الغيبوبة أن لا يتم تجديد له الاعتقال الإداري. قبل قليل قابلت عماد شقيق هشام وقال لي كان الاحتلال ينوي تمديد هشام لمدة شهرين إضافيين، والآن الاحتلال قرر عدم تمديد هشام أبو هواش والاكتفاء بالمدة وبالفترة التي تحدثنا عنها قبل قليل. محمود، سأحاول الحديث مع أقربائه، مع عائلته، وكذلك مع شقيقاته، مع أولاده على الهواء مباشرة لنرصد لكم هذه الفرحة العارمة وهذه الصور المباشرة عبر قناة الغد التي تأتيكم من أمام منزل هشام أبو هواش الذي أضرب عن الطعام لمدة 141 يوما، وكان قد وصل إلى وضع صحي صعب، ربما هو الأسير الأول الذي يصل إلى هذه المرحلة المتردية في حالته الصحية. واضح تماما يعني ما يجري مع هشام أبو هواش من خلال هذه الصور الصعبة وكذلك الصادمة التي خرجت من مستشفى أساف هروفي. هذه الاحتفالات ما زالت قائمة، أدرك تماما وتدركون صعوبة الموقف يعني في مثل هكذا ظروف بث مباشر، وكذلك الأعداد الكبيرة للفلسطينيين والفلسطينيات الذين توافدوا على مدينة دورة وتحديدا عند مسقط رأسه في قرية الطبقة. أبوكم جاسرين لا عادي يا محمد نادي هادي. طبعا محمود، نترككم مع هذه الصور حتى نتمكن من الوصول إلى شقيقته، إلى شقيقه، وكذلك لإجراء مقابلة معهم للحديث أكثر حول هذا الموضوع. سأحاول كذلك أن أصل إلى أولاده، إلى أطفاله، وهذه الصور المباشرة. طبعا الآن معي شقيقة الأسير هشام أبو هواش. واضح الانتصار، إيش بتحكي؟
انا بحكي انه الحمد لله رب العالمين اللي هشام فك اضرابه الحمد لله، وبهدي انتصاره لكل الشعب الفلسطيني فردا فردا، جماعه جماعه، لكل من تضامن ووقف وشارك مع في ازمه هشام في داخل البلاد وخارج البلاد. الف شكر الف شكر لكم. طيب تحكي لي معنويات هشام، وصلكوا شيء؟ بتتواصلوا مع زوجته؟ معلومات اكثر. هشام لما زرته في المستشفى كان له 135 يوم اضرب، كانت عزيمته قويه وارادته قويه، وحكى اني مش راح افك اضرابي الا لما انتصر باذن الله، والحمد لله انتصر. لكن كان وضعه صعب خلال الساعات الماضيه، يعني صعوبه في التواصل معاه. كان صعوبه في الحكي، كان ضبابيه في الرؤيه، جسم منهك بالكامل، صعوبه في السمع برضه، كان جسم منهك يعني كان زي جثه هامده، جثه جثه كان ولا إشي، بس عينيه هيك بتطلع انه بس. طب تحكي لي عن الفرحة أكثر، أنت كشقيقة أسير انتصر وأصبح قضية محلية وعالمية، إيش بتحكي؟ بحكي إنه الفرحة هاي لما ما بقدر أوصف الفرحة اللي وصلتنا الحمد لله رب العالمين بعد ما قطعنا الأمل. الساعة 10 الصبح حكى الشباك إنه ما فيش حل لهشام بالمرة، كنا قاطعين الأمل والحمد لله إني فك إضرابه. هاي فرحة ما بقدر أعبر عنها أبداً، ما بقدرش أعبر عنها من قد ما هي فرحة عظيمة. سمعت استقبلت الخبر بالزغاريد، يعني انا من حد مجيد والزغاريد شغاله هون في الطبقه. طبعا طبعا اكيد ان استقبلنا بالزغاريد وبالفرح وبالاغاني وبالترديد للاسير وللشعب الفلسطيني، والحمد لله الحمد لله انه فك اضرابه. شكرا جزيلا، شكرا، مبارك لكم. شكرا جزيلا. شكرا لك. اذا محمود، هذه شقيقه الاسير طبعا هشام ابو هواش، ريت نحكي مع عماد لو سمحتي. طبعا نتابع نحن واياكم على الهواء مباشرة هذه الاحتفالات المباشرة. سأحاول الوصول إلى عماد، وهو تقريبا المتحدث باسم العائلة، هو شقيق هشام، لكي نواصل طبعا يعني نقل هذه الاحتفالات المباشرة وحالة الفرح والانتصار لهشام أبو هواش. وكما هو واضح طبعا هذه الاحتفالات تقريبا منذ ساعة ونصف على الهواء مباشرة، ما زالت يعني حاضرة سواء بوجود الناس من مختلف الأماكن الفلسطينية أو حتى برفع علم فلسطين أو أعلام الفصائل الفلسطينية بمختلفها، سواء فتح، حماس، الجهاد الإسلامي وكذلك الجبهة الشعبية. واضح تماما هذا الانتصار، واضح تماما هذه الفرحة التي نراها الآن على الهواء مباشرة، ونقف بين يعني المحتفلين وبين الناس الذين كما ذكرت قدموا من مناطق مختلفة. محمود، هناك أخبار كثيرة يعني تتحدث حول انتصار هشام، سواء من حركة الجهاد الإسلامي التي نعم. أكدت أن هشام يعني أبو هواش الذي انتصر بالرغم يعني من أنف الاحتلال، حركة حماس كذلك، حركة فتح، تلفزيون فلسطين قال بأنه كانت فيه هناك، أخبرنا من خلال اللواء ماجد فرج مدير المخابرات الفلسطينية بأنه هناك جهود حثيثة بذلت من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي واصل طبعا يعني ضغطه على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن هشام أبو هواش، وكذلك الحالة التي جرت في الشارع الفلسطيني، الحراك الأخير، المواجهات التي شهدتها اليوم مدينة دورة، وكانت مواجهات عنيفة مع الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى إصابة عدد من الفلسطينيين، أحدهم أصيب بالرصاص الحي. هذا نصرة لهشام أبو هواش. ما زلت أبحث طبعا عن بعض الذين نحاول أن نقابلهم في هذه اللحظات من عائلة أبو هواش، وكذلك سواء من أطفاله أو حتى من إخوته، وكنا قد تحدثنا قبل قليل مع شقيقته. واضح تماما يعني حالة الفرح، وسائل الإعلام المختلفة بكافة أطيافها تتواجد في هذا المكان لتغطي هذا الحدث الذي أصبح يعني كما ذكرت محليا وأصبح عالميا، وتحول هشام أبو هواش إلى أيقونة فلسطينية، ووصل اسم هشام أبو هواش إلى مختلف المناطق سواء في فلسطين أو في المناطق العربية أو حتى يعني في العالم، وكانت في هناك تدخلات كبيرة. الصليب الأحمر أعرب عن قلقه، الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية
بشأن قضية الأسير هشام أبو هواش، إلا أنه ما زال يعني أو بقي متمسكا بقراره حتى تم الاتفاق على قرار أو بالإفراج عنه في 26 من شهر فبراير القادم، بعد طبعا كما ذكرنا طيب رائد، إذا كنت تحدثت مع المحامي الذي يتولى الدفاع عن هشام، طيب اسمح لي محمود الآن سنستمع طيب. إلى عماد أبو هواش. هذا البطل انتصر اليوم على هؤلاء المجرمين، هذا نصر لفلسطين، هذا النصر يهديه لكل من وقف مع هشام، هذا نصر فلسطين الحقيقي، هذا هو الأسطورة هشام أبو هواش، هذا هو هشام فلسطين ينتصر على المجرمين. مبارك لكم باسم هشام، مبارك لكم وباسم هشام وباسمي وباسم عائلة أبو هواش، أتقدم بالشكر لكل من لأبناء الشعب الفلسطيني ولأبناء مدينة دورة ولكل من وقف معنا ولكل الطواقم التي ساعدت منا، الحكومة الفلسطينية والمقاومة في غزة والجانب المصري وإخواننا في 48 ومدينة القدس والقائم العربي المشترك وأهلنا في نابلس وكل أحرار العالم، شكرا لكم، وإلى الحكومة الفلسطينية بجميع طواقمها مشكورين بما فيهم سيادة الرئيس. نحن على الهواء مباشرة الآن، نحن على الهواء مباشرة، مبارك الانتصار، ماذا تقول للعالم؟ يعني هذا انتصار للشعب الفلسطيني، هذا انتصار ضد قرارات احتلال العنصرية، هذا انتصار على الاعتقال الإداري، هذا الشاب كسر منظومة هؤلاء المجرمين، اليوم هو اليوم ينتصر باسم الشعب الفلسطيني ويوجه رسالته لكل المعتقلين الإداريين، ثوروا على السجار واطرقوا أبواب الخزان وادخلوا في إضرابات. طيب ماذا تقول الآن للعالم ونحن على الهواء مباشرة؟ ماذا تقول؟ أقول للعالم هشام، كيف هشام؟ كيف هشام اليوم ضحى بجسده ليقتل هذا الاعتقال الإداري؟ عبيدة هشام اليوم قتل كل هذا النظام العنصري، قفوا مع أسرانا داخل السجون، جميعهم انتهزوا منا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. إذا محمود كان هذا الحديث لعماد أبو هواش، هو تقريبا المتحدث باسم العائلة.